شدد الرئيس السيسي أن الحديث عن الرضا المجتمعي لا يتعلق بحفظ نظام، ولكنه يرتبط بحياة 100 مليون مواطن. ونبه الرئيس إلى ضرورة العمل الجاد من أجل توفير الحياة الأفضل للمواطنين. هنا ما بقاش موضوع استثمار، هنا الموضوع اللي بتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومع الحكومة مش استثمار. ده بقى يا جماعة محافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا. حالة ايه؟ استقرار. طبعا، لان المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟ فانت، وبرضو بقول ده للناس اللي بتسمعني، اوعوا تكونوا فاكرين انا بقول كده استقرار عشاني. لا والله، انا بحارب بالله، ودي 10 أو 20 مرة اقولها. والله العظيم لما بتكلم على حالة رضا مجتمعي وحالة استقرار ما بستهدف منها حفظ نظام، حفظ الرئيس يعني. لا والله العظيم، والله العظيم أنا ربنا المطلع بقى إذا كنت بتكلم من جوه ولا أي حاجة. لا، أنا بتكلم على حياة 100 مليون. لو حصل أمر والناس ما بقتش راضية، أنت بتتكلم في 100 مليون هنضيعهم. فهنا لا تناموش. ما تقال دكتور مصطفى؟ ما تناموش. منظمات المجتمع المدني تنام؟ مش دوركم حماية الناس؟ لا، ده الموضوع أكبر من كده، لأن الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت واستمرارها اللي ما نعرفش هينتهي قد ايه امتى، ما كانش نبقى احنا موجودين وحاسين بالناس ونخفف عنهم ما أمكن، احنا هنبقى عملنا. لأن الموضوع ضاغط، وأنا بقولها لكل اللي بيسمعني من الناس، واحنا ما فيش عندنا نقص في حاجة. وقبل ما انسى عايز اشكر كل المزارعين اللي وردوا القمح حتى الآن.